السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تعمل استرجاع لرسائل الواتساب. تابع معايا كده واحدة واحدة في الفيديو، وان شاء الله هنرجع الرسائل مع بعض المحذوفة حتى لو من فترة بعيدة. طيب، الموضوع هيبقى هيتم عن طريق الكمبيوتر. لو مش عن طريق الكمبيوتر تقدر تعمله من على تليفونين او جهازين. خلي بالك، انا بروح الاول على سوق كروم الالكتروني وبكتب اللي هو WA Web Plus. لو جيت انسخ كده وارجع تاني واضيف هنا الكلام اللي هو WA Web Plus واضغط على انتر علشان اروح هنا في الاول واحده، وبعد كده بقول له اضافه الكروم واقول له اد. بتنتظر كده شويه لحد ما يتحقق ان الاضافه ديت سليمه، هي ما عاد موثقه خلاص يبقى هي سليمه، ما تقلقش منها خالص. ودي الاضافه اتثبتت فوق هنا، مجرد بس ما اضغط عليها بيحولني على الواتساب. بعد كده بروح عندي على التليفون بتاعي، بتضغط على الثلاث نقط اللي فوق، بعد كده تقول له ربط الجهاز او الاجهزه المرتبطه، وبتضغط على الواتساب ويب وتوافق على ايزونات وتنسخ الكود اللي موجود عندك على الكمبيوتر. بعد كده الواتساب يبدا يفتح على الكمبيوتر معانا. خلي بالك بقى، بعد ما يجي يفتح الواتساب معانا بالشكل ده كده، انت بتروح بس عندك فوق هنا على الاضافه اللي احنا نزلناها، تضغط بس ضغط على الاضافه وهتلاقي كل المميزات. لو لقيتها باللغه الانجليزيه هنا حاول تخليها باللغه العربيه، انك تغير بس الترجمه بتاعتها. يقول لك هنا اخفاء الرسائل الجديده، اخفاء الاسماء جهات الاتصال، اخفاء صور جهات الاتصال، لحد ما تيجي تنزل تحت هنا على التخصيص. بس كل اللي احنا نحتاجه هنا اللي هي استعاده الرسائل المحذوفه، بتضغط على ضغطه كده تمام. هي دي برضو ممكن تستخدمها في ادوات الاعمال والتصدير والاحصائيات. هنستخدم بس اللي هي استعاده جهات الاتصال، او عفوا استعاده الرسائل المحذوفه. هتحدد شخص مثلا الرسائل عنده اتحذفت، وهتفتح الصفحة بتاعته بالشكل ده كده. هتطلع فوق هتلاقي فيه علامة مكتوب عليها استعادة الرسائل المحذوفة، مجرد ما تضغط على ضغطة كده يقولك تمت استعادة الرسائل المحذوفة. فانت بس هتنتظر شوية كده هتلاقي كل الرسائل موجودة هنا. طبعا انا هعمل بلور للشاشة بس عشان حفاظا على الخصوصية بتاعتي. دلوقتي انت تقدر تعمل الطريقة دي، جرب عندك على الكمبيوتر او جربها على التليفون، هتلاقي الرسائل عملت لها استرجاع تاني، وبكده قدرنا نرجع رسائل واتساب. ودي طريقة تالتة من ضمن الطريقتين اللي احنا شرحناهم قبل كده. ممكن لو ما نفعتش معاك الطريقة دي تجرب الطريقتين اللي فاتهم، واللي هسيب لك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو. واشوفكم في حلقة جديدة، ومع السلامة.